يا حبيبي يا حبيبي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تعرف ليش يفر المرء من صاحبته وبنيه؟ تعرف معات الآية هاي؟ هذا يوم القيامة يفر من صاحبته وبنيه. قال لها صورتين، الصورة الأولى تماما يوم يلاحقونه لكي يسائلونه بين يدي الله، يوقف يقولهم أطعمتكم سقيتكم ألبستكم رفحتكم بنيت لكم قصور تركت لكم أرصدة فتحت لكم معامل، يقول كل هذا شيء يغني عنا الآن، كل معاملك كل أموالك كل رفاهيتك كل طعامك الآن ينجينا من النار ويدخلنا الجنة، فيلاحقونه ليسائلونه وهو الذي أغدق عليهم في الدنيا فيهرب يفر من زوجته وأبنائه. وقيل إن يوم القيامة يقول أنت قصرت معنا في الدنيا أقل ما في الآن، تعطينا حسنتين من عندك نثقل الميزان، فيهرب منهم، لأن يعني كل إنسان يبحث عن حسنة فلا يجدها، حسنة حسنة فلا يجدها فيفر منهم. فحتى لا تفر منهم هناك اتق الله فيهم هنا، اتق الله فيهم هنا.